الحبش الحبش اسمع كلامي ده، انتوا عارفين السودان بيحبكم قد ايش شنو فهمتوا، لكن حس ان احنا عارفين ان انا كان جني حبش اغاني حبش، وبعضهم ذات بيقولوا انا حبشي ما سوداني، لكن الحمد لله انا ام اب سوداني فهمتوا علي. لكن دار اوريكم اتكلم معاكم بالرضان عادي عشان تفهموا. اول اتكلم لكم بالعربي، اول شيء حبش قاعدين في السودان والله العظيم نحن بنحترمكم وخطكم فقرتنا، لكن شنو العمايل اللي عملتوها حس دي بعد ده خلاص كتمت فيكم، تعملوا ايش كتمت يعني خلاص، قاعدين تلعبوا مع الدعم السريع وتخشوا مع الدعم السريع وتحاربوا في الدعم مع الدعم السريع صح، خلاص بعد ده بعد ما وضعكم استحمى. اول شيء حجي بتقرين جك زاربكم بسخم حابشة اب سودان ابعدينا بزوحات لكم مش له وقال لكم له يلا سمعوا انبر، انتهى ملكتكم اب سودان، انتهى ملكتكم، انتهى لكم بعد ما نقصت تاتوا لكم السماء، انتهى لكم اب سودان، هل انتم حبوش انتم حكوا ليبلن، انتهى لكم بعد ما نقصت تاتوا لكم حجي بعالكم شربت ما تبلوا حجي بعد ما قسم دات لهم مش ده خلاص حجي الا توزوها عديتي متي لا توزوها و بتعملين فتوكم نحن تفلتوا بعد لكم ديو، لكن حجي خلاص بلهم ما بسودان بعد دير جميرهم ديو لسهم حجي عدهم عيشكم ناي حق لكم ملك الزاره بكم يا عزي من شو مزوم انتم حبشه ولا بمملكه تنبرو ولا بسودان تنبرو ولا بسعودي عرب تنبرو ولا امارات تنبرو تزاربوا مزوم حواتكم ابعدي اب سودان ده سيب لكم وعدهم حشكم السودان انتهى لكم حجي بلوم 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 مزيون بعالم جميرهم دم نسخهم تعمل كتاكم انتهى لكم تاتوا السخم حوشا وا زي حفر الزيون عوت نمخان نقول لها كوي تقزا دي حاجة يركا فابريكا دي حاجة نزب دي حاجة يركا نقول لها حقوس نخد كوينجن اتحسس سبحان الله كايك الات كاغن ناي حبرت حسب كاش لزقني تزاربو الات تكبر كان نعهن نخبابي خان بمعرس لتصلو تتنقا تو قالات كم كارايوم قالات كم لا مايوم تدلي خاطح مخات لا صيلوم تدلي خاط حردلوم سلازي قالات كا تتنقا ابو عند غزاي ابو مسرت ناي غزاي ابو حبحبي ابو فقاري فقرنا يا ابو اسكم استغالي تصد اي وداي ناي تصحيف وداي ودا مغنياتو ابو ينتري هلو انا وناي مصحفن سلازكمكم مالتي لذي نو بوي بطعمي خمان فقري سلازي غلص كله افتا درفس قرب حصيراتن ندي بعبيو كم زي حجز عد الرخيب يا خولو بطعمي بابا دفكرك اخبلو فوت Listen, Quran. Oh no. Okay. No. Sorry, I have respect, but I am not Muslim. Are you Muslim or Christian? I am Christian. I have respect for Muslim, but I cannot listen. You are Christian. Yeah. Good. I am Muslim.